سلام الله عليكم. نبدأ دروس مبادئ التصوير السينمائي، ودرسنا الأول عن فتحة العدسة. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. فتحة العدسة أو الحدقة، وهي فتحة داخل عدسة الكاميرا يمكن التحكم بها بتضييقها أو فتحها للحصول على كمية الضوء المناسبة أو ما يسمى بالتعريض المناسب. فكل ما كانت العدسة مفتوحة أو واسعة، كل ما كانت كمية الضوء الداخلة أكثر، والعكس صحيح. وللحصول على التعريض المناسب يجب الموازنة بين مقدار فتحة العدسة وسرعة الغارق. يكون لكل عدسة مدمجة أو عدسات متغيرة للكاميرات قطر لفتحة العدسة معروف، ويتم الإشارة له بالرمز الأف نمبر، ويرمز إليها بالرقم أف. وفتحات العدسة المتعارف عليها في معظم الكاميرات تقع ما بين F2 و F16، ولكن هذا لا يمنع وجود عدسات بفتحات أكبر أو أقل مثل F1.4 أو F22. كلما كان رقم الأف أكبر كانت فتحة العدسة أقل، والعكس إذا كان الرقم F أقل كانت العدسة أكثر اتساعا، لأن 2.8 تعني 1/2.8 من حجم العدسة الحقيقي، في حين 22 تعني 1/22 من حجم العدسة الحقيقي. عزل الموضوع عن الخلفية أو دمجهما معا متعلق بفتحة العدسة بشكل كبير. فعند استخدام فتحة عدسة كبيرة 1.8 مثلا، تجد أن الموضوع في مقدمة الصورة واضح المعالم والتفاصيل، في حين تجد الخلفية شبه مطموسة. ولذلك يكثر استخدام الفتحات الكبيرة لتصوير البورتريهات. أما عند استخدام فتحة عدسة ضيقة 22 مثلا، فسيكون الموضوع الرئيسي واضحا والخلفية أيضا شبه واضحة. سلام الله عليكم، وتابعونا مع درس آخر إن شاء الله.